لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيديهم فرصة ان هم يدخلوا، لو هم مش مرتبطين ممكن يكون عندهم فرصة لإقامة علاقة جادة وقوية ان شاء الله. وعموما حتى لو مرتبطين هيكون الأجواء عندهم رائعة، وممكن يوطدوا علاقتهم بالأحباب.